بالعودة إلى الملف الأمني ومراسلنا أيضا محمد فراس. محمد، بعد البتاويين الداخلية أيضا بحملة كبرى في منطقتي بغداد الجديدة والغدير. نعم، منذ الحملة الأولى التي حدثت يوم 25 من الشهر الرابع الشهر الماضي، نتحدث عن خطة أمنية لوزارة الداخلية واسعة. تحدثنا منذ ذلك اليوم أن الخطة الأمنية لن تقف عند منطقة البتاوين فقط، بل أن هنالك كانت أيضا مداهمات لمناطق شمال العاصمة بغداد، وأيضا اليوم توجهت وزارة الداخلية إلى المناطق تقريبا الجنوبية من العاصمة بغداد. حدث عن بغداد الجديدة والغدير التي أجرت فيها حملة تفتيش واسعة لإيقاف المخالفين للقانون وإيقاف الأعمال المشبوهة أيضا والمخالفة للقانون، وكانت حصيلة هذه العملية الأمنية التي حصلت نجاحا معلنا من قبل وزارة الداخلية اعتقال أكثر من 160 شخصا مخالفا للقانون، منهم عراقيين ومنهم أجانب مقيمين مخالفين لشروط الإقامة، وأيضا هم مشتركين بأعمال مخالفة للقانون العراقي. تم إلقاء القبض عليهم وإيقاف وتصدير مجموعة من الأسلحة هي خارج الأطر والسياسات القانونية التي وضعتها وزارة الداخلية. نتحدث عن خطة أمنية ترسل برسائل اطمئنان للشارع العراقي على وجود قوة للقانون اليوم وفرضه في العديد من مناطق العاصمة بغداد. أيضا لن تقف الحملة الأمنية هنا، هنالك لربما أيضا مناطق أخرى مستهدفة من قبل وزارة الداخلية على أساس المعلومات الأمنية الاستخباراتية التي تصل إلى وزارة الداخلية، وبالتالي تنفذ مباشرة أوامر اعتقال وحملات تفتيش، حملات مداهمة. نتحدث عن إجراء تفتيش لمجموعة من المحال التجارية المعنية بلم الشباب، أتحدث عن الكوفيات، عن المقاهي الشعبية التي دائما ما تكون محطة لربما خطيرة لتناقل المخدرات والتجارة بالمخدرات، وتمكنت حقيقة وزارة الداخلية من إيقاف عدد من المتاجرين والمخالفين للقانون العراقي. اليوم نتحدث عن وجود قوة للقانون تفرض في كل مكان، هي رسائل اطمئنان للشارع البغدادي. اليوم البغداديين مطمئنين لوجود هكذا تحركات أمنية، خصوصا في الأماكن التي تكون لربما مشبوهة وعليها مؤشرات ومخاوف من أن تكون هي منطلق للأعمال المخالفة للقانون والتي تمس الأمن المجتمعي والسلم المجتمعي وأمن البغداديين بالدرجة الأساسية. نعم. اليوم هدوء في العاصمة بغداد، يعني جو من الأمان، حركة تجارية مستمرة وبانسيابية كبيرة، حركة المرورية أيضا هي بانسيابية كبيرة، جميع المؤشرات إيجابية اليوم في العاصمة بغداد، وهي كلها ثمرة جهود القوات الأمنية في إجراء عمليات التفتيش وإلقاء القبض وإيقاف جميع المخالفين للقانون. بالفعل هذه الجهود المكثفة من قبل الدوائر الأمنية هي رسالة اطمئنان إلى الشعب العراقي. محمد فراس من بغداد، شكرا جزيلا لك.